هل الحجامة علم أم علم زائف؟ تابع معنا هذا الفيديو. يسود الهرج والمرج وسائل التواصل الاجتماعي مع تداول صور لرياضيين مشهورين يمتخرون والدوائر السوداء تملأ أجسادهم، كمؤخرا قام بها اللاعب كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد. قام بها أيضا السباح الشهير مايكل فيلبس. هؤلاء الرياضيون يعتبرون مثالا أعلى للكثيرين، ولا ضير بذلك أبدا، فهم يعملون بجد للوصول إلى هدف يحلم الكثير بتحقيقه، واتباع نمط حياتهم الجدي له تأثير إيجابي على حياة أي شخص يطمح لتحقيق ما حققوه. ما السبب وراء تلك العلامات الغريبة؟ إنها الحجامة، وهي علاج طبي بديل يعود أصله لقرون طويلة مضت، ينسبه البعض للصينيين، بينما يؤكد آخرون أن المصريين القدامى كانوا أول من استخدموه. الجدال في أصل العلاج ليس ما نصبوا إليه. الجدال في أصل العلاج ليس ما نصبوا إليه. فنحن هدفنا تبيان الحقيقة العلمية وتعرية ما ينسب عن غير وجه حق للعلم، وهذا ما يسمى بالعلم الزائف. تقوم الحجامة على تسخين الهواء داخل كوب ووضع فوهاته على الجزء المراد علاجه في جسم الإنسان، ما يخلق خواء يتسبب بسحب الدم نحو الجلد، فتتوسع الأنسجة الدموية، وهذا ما ينتج عنه العلامات الحمراء أو السوداء، وهي لا تختلف أبدا عن العلامات التي تتركها القبلات العنيفة عن الجلد. يعتقد الصينيين القدامى أن هذه العملية تساهم بإعادة التوازن للشي، وهي الطاقة الطبيعية للكون. علميا لا يوجد لهذه الطاقة أبدا من وجود، فالمستشعرات التي اخترعها البشر والتي غاصت في الفيزياء ما دون الذرية أو الكمومية لترصد أصغر الجسيمات لم ترصد ولن ترصد هكذا طاقة، لأنه ببساطة لا وجود لها. وما قام على باطل فهو باطل مهما غلفناه بأفكار براقة وذات تأثير. بعيدا عن الحديث في الميثولوجيا الصينية، تم إجراء بعض الأبحاث حول تأثير الحجامة وفوائدها، وعلى الرغم من أن أغلب تلك الأبحاث تم تصنيفها كأبحاث منحازة، إلا أن أي منها لم تقدم فائدة تذكر للعلاج. والنتيجة النهائية التي خلص إليها العلماء هي أن الأبحاث التي أجريت غير كافية أبدا للحديث عن فوائد طبية. الموضوع لم ينتهي هنا، فالعلاج بالحجامة لا يخلو من المخاطر، إذ تم تسجيل العديد من الحالات حيث أصيب المرضى بحروق سببت ندوب كبيرة وكثيرة تحتاج لسنوات كي تشفى، هذا وإن شفيت من الأساس. تعليق له على الموضوع، يقول البروفيسور تيم كولفيلد، وهو رئيس معهد الأبحاث في السياسات والقوانين الصحية بجامعة ألبرتا في كندا، أن الألعاب الأولمبية تحولت لمهرجان رياضي دولي للألعاب الزائفة للعلوم الزائفة. إذا لماذا يصر بعض الرياضيين على فوائد الحجامة إن كانت مجرد طقوس روحية بائدة؟ هذا ما يسمى بالتأثير الإيحائي، وهذا الأمر لا يجب الاستهانة به عند الرياضيين. يعمل جميع المتبارين بجهد كبير ويصارعون من أجل الفوز لتكون النتائج بالنهاية متقاربة، ولا يفصل بين الفائز وبقية المتنافسون سوى ثوان أو أمتار قليلة. لذلك فإن أي عامل مهم كان مهما كان صغيرا سيكون مهم وله دور كبير. تلعب الحجامة هنا دورا إيحائيا يضع المتنافسين الذين يقتنعون بفائدتها بحالة ذهنية تمكنهم من التركيز بشكل أكبر على الفوز، وهذا ما يقوم به أيضا ارتداد الجوارب الجالبة للحظ.